مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مره تانية. كابتن عبد الزار، الداخليه بيعاني الموسم ده من اخطاء دفاعيه كتير. كابتن علاء عبد العال مدرسته الدفاعيه، بيشتغل على التكتلات الدفاعيه، ازاي يعالج ده؟ وهل الوقت في صالح الكابتن علاء عبد العال ولا لا؟ لا طبعا الوقت مش في صالحه خالص، بيلعب فرقه كبيره. الماتش النهارده فيه تحديات كتيره جدا، خاصه على الاطراف، خاصه هيعاني النهارده الكابتن في حكايه الاطراف، لان نادي الاتحاد بعد مروان عطيه هو بيعتمد على الاطراف بتاعته، كان دايما مروان هو اللي بيدخل وبيشوط وبيعمل كل الشغل من العمق. انما هتلاقي ميسي، هتلاقي ابراهيم حسن او اسلام عبد النعيم موجود، هتلاقي عبد الغني محمد موظفه النهارده بنشوفه. انا تقريبا عبد الغني انا شفته في كل المراكز، لعب سيرجيو مع الكابتن، لعب باك ليفت، لعب نص ملعب، لعب دلوقتي طرف. النهارده لو قدر النهارده الكابتن علاء انه يقفل الاطراف، هيقل من خطوره نادي الاتحاد بشكل كبير. يعني سمير فكري وعبد العزيز سيد من ناحيه الشمال اللي بيعتمد عليهم الكابتن علاء عبد العال، لازم يكون عندهم الناحيه الدفاعيه عاليه جدا، كلهم تحت الكوره مع الفندر موجود يغطي الاثنين الموجودين، وده ما يديش مساحات لنادي الاتحاد. وده اصلا فلسفه الكابتن علاء. اتنين هي التحولات اللي هيعمل عليها، لان اكيد اكيد يعني ميسي هتلاقيه في الدفاع مش احسن حاجه طبعا، هتلاقيه معتمد على مروس ساليفو، ده بيغطي، هو اللي بيحمي الطريقه لزوران. يعني دايما اي طريقه في الدنيا المدرب بيحط لها الحمايه بتاعتها، فدايما مرو دايما هو اللي بيدخل تحت الكوره، هو اللي بيرجع الهجمه تاني للنادي الاتحاد. فالنهارده السرعات واللي بيعتمد عليها الكابتن علاء سواء مصطفى فوزي او رشيد احمد، والنهارده هل هيلعب ب 4 2 3 1 ولا هيلعب ب 4 3 3؟ اي نعم، في اي طرق هو كل الناس تبقى نازل تحت، وفي الدفاع هتلاقي كلهم 9 1 يعني، ده برضه على الواقع يعني اختلاف الطرق، لكن التنفيذ اخباره ايه؟ هو التنفيذ عامل ازاي؟ فنادي الداخليه مفيش شك ان احنا هنلاقي المنظر النهارده ان كل الناس تحت الكوره، لكن هي المشكله في التحولات عامله ازاي؟ هي انت حافظ ان انت تدافع، طب وانت بتهاجم اخبارك ايه؟